وصول الرئيس الأمريكي إذن دونالد ترامب إلى بريطانيا في مستهل زيارة يقوم بها في إطار جولة شملت كذلك العاصمة البلجيكية بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماعات حلف شمال الأطلسي، وستعقب بعد ذلك بزيارة كذلك إلى مدينة هلسنكي العاصمة الفنلندية للقاء نظيره الروسي دونالد ترامب في قمة روسية أمريكية هي الأولى بينهما بعيدا عن بعض اللقاءات الجانبية التي جرت بينهما بعيدا عن الزيارات الرسمية. رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي تواجه بدورها تحديات جمة سيكون من بين هذه التحديات ما قد يطرح على هذه القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق هذه الزيارة بالأساس بجملة من التصريحات التي كانت مرتبطة بسياسة بريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي، وكذلك من يوصفون أو من كانوا يوصفون بحلفاء الولايات المتحدة في ضوء تحديات باتت تحيط بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وعلى رأسهم الحليف الأهم المملكة المتحدة بريطانيا التي كان لها شراكات واسعة مع الولايات المتحدة، سواء كان ذلك عبر العلاقات التجارية التي ستكون جانبا مهما في هذه الزيارة أو بعض المسائل المرتبطة بإدارة ملفات الشرق الأوسط، وإن تراجعت أهميتها قليلا في ضوء تصويت البريطانيين على خروجهم من الاتحاد الأوروبي. على وقع حرب تجارية تلوح في الأفق ووسط مظاهرات للنواب المعارضة واليسار رافضة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا يسعى خلالها إلى إزالة الخلافات التجارية وتركيز على إعادة توطيد العلاقات بين البلدين. زيارة ترامب إلى عاصمة الضباب تأتي وسط مشهد ضبابي لأزمة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي بريكست التي أدت إلى استقالة وزيرين من حكومة رئيسة الوزراء تريزا مي، من بينهما وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، احتجاجا على خططها للتجارة مع الاتحاد الأوروبي المتوقعة عقب البريكست. ترامب المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسعى لإبرام اتفاق شامل للتجارة مع بريطانيا عقب انسحابها من التكتل، وهو أمر يعتبره أنصار الانسحاب واحدا من أهم منافع الخروج، وهو ما تتمناه بريطانيا لتطوير علاقات تجارية جديدة خارج نطاق الاتحاد، وذلك ما ظهر بقوة من خلال تصريحات ماي التي أكدت فيها عدم وجود تحالف أقوى من العلاقة المميزة مع الولايات المتحدة، ومؤكدة أنه لن يكون هناك تحالف بهذا القدر من الأهمية في السنوات المقبلة. إذن هي زيارة تهدف إلى تبادل المنافع بين الطرفين، سيسعيان لتعميق العلاقة التجارية بينهما وبدء مناقشات لبناء شراكة تجارية قوية وطموحة وقابلة للبقاء. سنحاول فهم طبيعة ما يجري في لندن في ضوء هذه الزيارة، ما الذي يريده دونالد ترامب من المملكة المتحدة من تريزا ماي، وما علاقة هذه الزيارة بالزيارة التي كانت سابقة لها إلى بروكسل والزيارة التي ستكون تالية لها إلى هلسنكي للقاء فلاديمير بوتين. الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضيفا للاستوديو. أستاذ بهاء أهلا بحضرتك. من حيث بدأنا في هذه المقدمة، ما الذي يريده دونالد ترامب في هذه المرحلة التي تبدو مفصلية أصلا في عمر بريطانيا؟ ترامب يعلم تماما أن هناك خلافا واضحا وقويا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول آلية الخروج، ومن ثم هو يريد إقامة شراكات جديدة تعتمد على هذا الخلاف وتطور عملية العلاقات القديمة بين بريطانيا والاتحاد الأمريكية، ومن ثم هو يعتقد أنه هذا الوقت يعني هو أفضل أوقات لرسم هذه العلاقة. أنا أعتقد هذا هو مخيلة ترامب، خاصة أنه بريطانيا ليس لديها الآن أي تصور واضح لكيف تكون لها علاقات وشراكات مع غير الاتحاد الأوروبي. في البداية كانت دايما بريطانيا هي جزء من ذراع أمريكا داخل الاتحاد الأوروبي وجزء من سياسة أمريكا داخل الاتحاد الأوروبي، لكن هذا كان قبل وجود ترامب أو قبل وجود فكرة الشعبوية عموما، يعني سواء كان الشعبوية داخل بريطانيا أو داخل الاتحاد الأمريكية. ترامب يعتقد أنه، وأنا بعتقد أن ده جزء من الفكرة عموما، أنه لا يجب خسارة كل الحلفاء، فهو الآن يرى أنه الوقت مناسب للدخول للتفاوض على هذه المسائل، للتفاوض على مسائل أخرى. أنا بعتقد أنه ملف نووي أحد الملفات اللي ممكن يكون فيها حديث الآن، خاصة أنه ترامب رفض تماما. لكن هو في علاقته مع بريطانيا أستاذ بهاء، هو الرجل قبل هذه الزيارة كانت له تصريحات فهم منها أنه يتدخل بشكل وصف بالسافر بين قوسين عندما يقول
ان البريكزيت يعني البريكزيت وان الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لا علاقه لها بالخروج من الاتحاد الاوروبي، ولا اتصور ان البريطانيين صوتوا على ذلك عندما صوتوا بالخروج من الاتحاد الاوروبي، ما فهم منه على ان الرجل لا يدفع ايضا باتجاه الاجراءات التي اتخذتها تريزا مي، فضلا عن اشاداته كذلك بوريس جونسون الذي استقال. مبدئيا ترامب لا يؤخذ عن سرعته، يعني ترامب اعتاد ان يقول تصريح ثم ياتي في اليوم الاخر ويفعل العكس، ولدينا امثله عديده كان ضد كان لديه تصريحات واضحه مهينه ومشينه وعدائيه ضد زعيم كوريا الشماليه، وفجاه كان فجاه وجدناه يتحدث معه ويثني عليه ووجدناه في لقاء معه نفس الاطار. في اطر دبلوماسيه تنحى جانبا عندما يكون هناك علاقات اقتصاديه مهمه او هناك شراكات او هناك صفقات اقتصاديه. ليس مهم في الغالب ان يكون هناك تصريحات عدائيه او ايجابيه، المهم ماذا سوف يحدث على ارض الواقع؟ هل هناك شراكات؟ انا اعتقد في شراكات في المستقبل بين هذين الطرفين. الكل يحتاج بعضه، يعني كلهم يحتاجوا بعض. بريطانيا تحتاج الولايات الامريكيه، امريكا تحتاج ايضا بريطانيا. في نفس هي بريطانيا الان في مرحله صياغه علاقة جديدة أو تصور جديد في مستوى علاقاتها التجارية بالاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أفضى إلى التصدع في جبهة تريزا ماي. يعني ما هي الصياغة التي ستوضع أيضا لعلاقة بريطانيا بالولايات المتحدة؟ والولايات المتحدة لها مسافات كثيرة قطعتها في مجال السياسات الحمائية التي فرضتها في علاقاتها مع من كانوا شركاء أصلا. هناك رؤية واضحة لازم تكون معلنة، كيف سوف يكون هناك تبادل تجاري حقيقي ما بين بريطانيا عندما تكون خارج الاتحاد الاوروبي مع الاطراف الخارجيه، وده كان جزء من ازمه التفاوضات. بريطانيا كانت تعتقد انه ممكن يكون هي معبر للسلع والخدمات عن طريقها، يعني نقدر نقول ان هي مجرد ترانزيت لكل السلع التي تمر عن طريقها لدول اخرى. ده جزء من الصياغات، فهل تستطيع الان بريطانيا انها تعمل ده؟ ده جزء من الافكار. فكره ثانيه انه كيف تخرج بريطانيا من عباءه ان هي جزء من الاتحاد الاوروبي من جانب وحليف تابع، مش حليف قوي ينفذ سياسات بعيدا عن الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هي عليها صياغه هذه المعادله. انا الان عندما خرجت من الاتحاد الاوروبي خرجت من فكره التبعيه، ده كان شعار بريطانيا الاساسي، وخرجت من مجموعه من الاموال تدفع من موال الضرائب البريطانيين لصالح الاتحاد الاوروبي حسب شعارهم. طب الان انا ماذا سوف افعل؟ علي ايجاد صيغه جديده على المستوى الدولي تكون بريطانيا لها مكانه جديده خارج هذا الاطار، خارج اطار الاتحاد الاوروبي، خارج تبعية الولايات المتحدة الأمريكية، تكون يعني لها وضع جديد. كيف يحدث ذلك؟ يحدث ذلك بوجود لها قوة في الشرق الأوسط في ملفات زي ملفات الأمن الخليجي وشراكتها مع الدول الخليجية، وده كان بداية فلته ماي عندما ذهبت للسعودية وقالت أمن الخليج من أمن بريطانيا. في نفس الوقت لما ندور على المسألة دي هنلاقي إن بريطانيا دورت على الملفات اللي فيها قوة أمريكية أخرى، يعني بريطانيا لم تذهب لدولة غير السعودية في الاساس، السعوديه حليف قوي لامريكا، وبالتالي هي لم تخرج من عباءه امريكا الى حد ما، لكن هي بدات تعود مره اخرى للشرق الاوسط من ايام ما كانت موجوده في العراق وبعد الوضع السيء بتاع العراق. لكن استاذ بقى، يعني الولايات المتحده او تحديدا الحقبه الترامبيه اذا جاز تسميته على هذا النحو، هي لا تعترف بقرب المسافات مع الحلفاء، يعني هي لديها مشكلات مع اغلب حلفائها الاوروبيين، لديها مشكلات كبيرة مع أغلب الحلفاء من الناتو. ذهب الرئيس الأمريكي لكندا فأفسد تقريبا أو سمم الأجواء في قمة الثماني السبع الكبرى، له مشكلات أيضا في اجتماع حلف الناتو الأخير، وربما من كانوا يوصفون بالأعداء لديه فلسفة ما في التقارب نحوهم، الزعيم الكوري الشمالي وكذلك الرئيس الروسي الذي سيلتقي في هذا الشهر. يجب قراءة تصريحات ترامب جملة وليست كل تصريح منفرد. ترامب أدلى بتصريحين عكس بعض في نفس الأيام. التصريح الأول عن تبعية ألمانيا لروسيا وإنه على الاتحاد الأوروبي دفع المزيد، وفي نفس الوقت أدى بتصريح آخر إن لمكرو إنه لن يتخلى عن أصدقائه الأوروبيين وهكذا. في الواقع هو شخص إلى أقرب يهدد دائما، يعني لكن أعتقد واشنطن بوست في زيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن كشفت بعد الزيارة أن الرئيس الأمريكي حرض الرئيس الفرنسي بالفعل على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن توفر البدائل على المستوى التجاري والاقتصادي إذا ما أقدمت باريس على هذه الطريقة. لا يوجد بدائل، يعني في حقيقة الأمر ليس أمر بالسهولة، فرنسا جزء من اقتصادها مبنى الاتحاد الأوروبي، كمية المزايا التي تمنح لكل دول الاتحاد الأوروبي لن تعوض بأي شراكة أخرى، ومن ثم حتى لو كانت مع الولايات المتحدة، حتى لو كانت كمية هذا الرجل لا يحترم تعهداته ولا اتفاقاته، فكيف أي دولة في العالم
تستطيع الموافقة على الدخول معه في شراكة، خاصة عندما نرى أنه من أحلام وطموحات ماكرون كانت الاتحاد الأوروبي، وأنه لديه أجندة واضحة للإصلاح، من ضمنها إصلاح اليورو، منطقة اليورو، وفي أفكار جديدة أنه في الأعوام القادمة سوف يكون هناك دول جديدة من أوروبا، سواء كانت من شرق أوروبا أو أخرى، تدخل الاتحاد الأوروبي. إذا هناك في أحلام توسعية للاتحاد، جزء من أفكار الأحلام التوسعية دي مبنية على وجود اتحاد أوروبي قوي. لن يكون اتحاد أوروبي قوي مع خروج ألمانيا أو فرنسا، لن يكون اتحاد أوروبي أصلا. وبالتالي تحريض ترامب أشبه بمسائل طفولية، يعني أنا سوف أدعم ماكرون. لن تدعم أحد حتى تدعم ماكرون، لكن يعني على الأقل هي تترجم حقيقة نوايا تجاه الاتحاد. هو لديه مشكلة أصلا في أغلب التكتلات التقليمية كانت أو دولية. ما قبل ترامب ممكن نقول في صياغة للعلاقة اختلفت مع بعد ترامب. ما قبل ترامب كان فيه فكرة أنه أوروبا لا تكون ضعيفة ولا قوية، فقط تكون متواجدة مع أمريكا، بمعنى أنه دائما كان هناك فكرة أن تكون موجودة على الساحة في ملفات معينة. نحتاج أوروبا في شرق أوسط في حرب العراق، نحتاجها في أفغانستان، تكون مشاركة، لكن من يقود الاتحاد الأمريكية؟ ما بعد ترامب، أنا أعتقد فكرة الشعبوية تسيطر على ترامب هي لا تريد اتحاد أوروبي، لا تريد أي شيء في العالم، لا تريد فقط تكون أمريكا أولا بمفهوم لا دولة قوية أخرى. لذلك نجده أنه ذهب لتدمير الاتفاق النووي، يذهب لتدمير شراكاته القديمة سواء حلف الناتو أو احدى الشركات الاسيويه، ثم هذا الرجل ثم يبدو في المشهد انه امريكا اولا او امريكا قويه. هذا الرجل بهذا المنهج لن يكون معه شركاء لديهم قوه، او لن يكون معه شركاء قادرين على الاستمرار معه بنفس هذه الاليه. ليس لديه قدره هو حتى الان على تطمين وطمانه اي دوله في العالم. كوريا الشماليه عقب ايام من الزياره وجدنا تصريحات مضادة، وجدنا أن العقوبات لن ترفع الآن، وجدنا أنه في مناوشات في التصريحات، وأنه ليس زيارة مايك بومبيو لبيونغ يانغ. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه في دولة أوروبية أو على الأقل المحور الرئيسي سواء ألمانيا أو فرنسا لديهم القدرة على التخلي عن قوتهم. طيب. أو اتحادهم. الرئيس الأمريكي قبل أن يكون رئيسا في حملاته الدعائية ذهب لافتتاح ملعب جولف ربما في اسكتلندا عندما كانت هناك عملية الاستفتاء على التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يؤيد تماما مسلك البريطانيين إذا ما قرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي. بريطانيا الآن بحسب تصريح بوريس جونسون يقول إنه على ما يبدو الحلم قد مات أو أوشك على الوفاة، عندما قال إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة تريزا مي تفضي في النهاية إلى ما يشبه البقاء فعليا داخل منظومة الاتحاد الأوروبي على مستوى السوق المشتركة وعلى مستوى السياسة الضريبية والاتحاد الجمركي. صحيح. كيف ستكون الرؤية إذا ما وصلت هذه القناعة بالفعل إلى الرئيس دونالد ترامب من أن خروجا شكليا بين قوسين فقط هو الذي ستقدم عليه بريطانيا؟ يعني أنا لا أعتقد أنه ليس لديه رؤية واضحة أنه ما سوف يفعل اتجاه بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وليس طرف في المعادلة أصلا، لكنه رافض يعني هو لديه مشكلة مع بقاء بريطانيا يعني هو يرفض أو يثق في الحالتين، ليس لديه يعني علاقة في المسألة في الأصل، هو فقط يريد تدمير كل شيء يعني لا أكثر ولا أقل. لكن هل لديه قوة تدخل؟ لا أعتقد، خاصة أن احنا لما نشوف المشهد الداخلي لبريطانيا نجد أنه في قراءة واقعية بتقول أن تريزا ماي تقوى الآن ما تضعف، في قراءة الصحف أيا كان نوعها بتقول أن تريزا ماي تضعف وأنها تخسر حلفاء. لكن لما نشوف مين تعين وزير خارجية لبريطانيا الفترة الأيام اللي فاتت ومين وافق معها على الخطة، نجد أنه في قوة لتريزي مي، خاصة أنه بداية هي عينت وزير خارجية كان في البداية مؤيد للاتحاد الأوروبي. نعم. ثم تراجع في تصريحاته، وأنا أعتقد أن تصريحات مسببة أن هي بناء على تزيين الموقف، لكن في الداخل أنت مؤيد للاتحاد الأوروبي، ده رقم واحد. تحدث عن جيرمي هانت قبل أن يكون وزيرا للصحة ولا لا، جيرمي هانت فعلا. نعم. يعني كان مؤيدا للاتحاد الأوروبي. الجزء الثاني من خلفية جيرمي هانت أنه كان مؤيد وحليف حقيقي لتريزي مي. ثم عندما تعين هذا الرجل وزير الخارجيه انت ترسل رساله واضحه ان نحن نطمئن الشركاء الاوروبيين. نعم. ان هناك وزير خارجيه جديدا سوف يفعل ما تريده الشراكه الاوروبيه البريطانيه. من جزء اخر نجد انه عندما كان جونسون هناك وزير خارجيه في توتر في العلاقات مع اوروبا. نعم. في تصريحات غير واضحه، في سلوك عدائي، في قرب من الشعبويين، اعكس الملف ده كله. ترامب معجب ببوريس جونسون وابدا ذلك في اكثر هي مدرسه واحده. نعم. مدرسه الشعبويين ايا كان وجودهم. يعني احنا بنتكلم عن مدرسه ليها افكار واضحه ومعلنه وليها مبادئ ثابته ما بتتغيرش، ضد الهجره، ضد اللاجئين، ضد المسلمين،
ضد ما هو غير وطني سواء كان. لكن ماذا لو خرج الرجل مثلا يعني وقال انه اذا ما اقدمت، وهو له تصريح قبل هذه الزياره عندما قال البريكزيت يعني البريكزيت، بريكزيت مينز بريكزيت، المساله وكان فيها تحريض يعني داخل في الداخل البريطاني، انتم صوتتم للخروج من الاتحاد الاوروبي ايا كان ظروف التصويت هذا ومنطق التصويت والطبيعه الجغرافيه لمن صوتوا بالخروج من الاتحاد الاوروبي، وفي النهايه الحكومه تفعل وتقدم على مسلك يبعد تماما عن ما صوتتم. الجمعة الماضية كان في اتفاق ما بين وزراء بريطانيا على الخطة، انسحب فقط وزيرين من هذه المسألة نعم. اللي هم استقالوا بعد كده. الخلفيات بتقول ان الوزيرين دول هم كانوا رأسي حربة يطمحون في المستقبل لكادة المحافظين، ومن ثم خروجهم انا بعتقده جزء من فكرة المنافسة السياسية على رئاسة المحافظين، تحديدا بوريس جونسون هو ما قيل في شأنه نعم. ووزير اخر ديفيد ديفيس، وفي وزير ثالث كان برضو مرشح لهذه المسألة، ونائب ثالث سابق نائب ثالث برضه كان مرايد لهذه الفكره. طيب لما نتكلم على وزاره كامله خرج منها اثنين كانوا معارضين، ده يقوي الوزاره ولا يضعفها؟ يقويها، لان استبدلتهم بوزيرين اخرين مؤيدين لمي نفسها. انا لا يعنيني في الاصل من يتحدث، يعني من يفعل. عندما تحدث وزير خارجيه يقول كلام ومي تفعل ما تريد ويوافقه في الاجتماعات، إذا نحن مع حكومة متماسكة. في المقابل المشهد الداخلي أيضا لبريطانيا، الأحزاب الأخرى سواء حزب العمال أو الحزب الليبرالي هي في الأصل مؤيدة لبقاء بريطانيا شاءت بأي صيغة. لكن هذا قد يغضب الولايات المتحدة أستاذ بهاء. نعم، هذا قد يغضب الولايات المتحدة، يعني عندما تكون مصالح مهددة فليغضب الآخرين. لكن الولايات المتحدة قد تقول إنها وقفت وقفة تعتبر بطولية مثلا بحسب الإدارة الأمريكية مع المملكة المتحدة في أزمتها مع روسيا على خلفية محاولة اغتيال سيرجي سكريبال ويوليا ابنته، وقامت حتى بتأييد الموقف البريطاني في مجلس الأمن عندما عقدت الجلسة، وتأييد الموقف البريطاني بطرد مجموعة من الدبلوماسيين الروس من السفارة الروسية ومن قنصليتها. هذا يعني أن هناك دين مثلا في عنق بريطانيا من قبل الولايات المتحدة، كيف لها إذن أن تغضب واشنطن على هذا النحو؟ لم يكن وحده، صوتت فرنسا معه، صوتت ألمانيا معه، صوت معظم العالم المعاد لروسيا معه. إذا ليس أمريكا وحدها من تقدم هذا الدعم، بالأقصى كمان دعم سلبي، يعني دعم ليس ذو قوة، يعني صوت لا يعقل إنه من تاريخ تعامل الدول مع مجلس الأمن مع مجلس الأمم المتحدة إنه كان في قرار له لازمة خالص. دائما قرارات هامشية غير ملزمة لأحد، لا دائما دور على مجلس الأمن فقط، الخماسي هو من يعول عليه، وحتى الخماسي دائما يظهر لنا صوت يبطل هذه المسائل. وبالتالي عندما تحدث عن انه كان في مجلس الامن في دولتين ضد اي قرار، اذا اي قرار باطل، فما بالك بباقي الدول اصلا ليس لها ادنى وزن ولا ادنى قيمه. من جانب اخر، بريطانيا تعلم تماما ان الفتره الماضيه ترامب لم يعطي شيء لها ولم يعطي شيء لاي حد، فكيف تتخلى عن شركائها الحقيقيين في ظل انه ان الاتحاد الاوروبي نفسه سواء كان فرنسا او الاتحاد الاوروبي كهيئه او المانيا او اي دوله اخرى لم يناصبوا العداء لبريطانيا، بل عكس هم معهم يقابلونهم بترحاب ورغبة إن ممكن تعود مرة أخرى للاتحاد الأوروبي، وإنهم مصرين ومهتمين على بقائها. مش كده وبس، ده كمان في الآونة الأخيرة كان فيه توافقات على ملفات كان زمان مختلفين عليها، الملف العسكري والإنفاق وتكوين وحدات عسكرية خاصة لم تكن بريطانيا أبدا موافقة عليه. لكن عندما من كان يتولى في أمريكا السلطة؟ الديمقراطيين أو أوباما أو بوش، أي رئيس له عقلاني لديه وعي بحقيقة الشراكة الأوروبية الشراكة البريطانية مع الاتحاد الأمريكي. عندما ذهب هذه العقلانية وجاء الشعبوية التي لا تعطي أحد ولا تعطي أي مزايا، فليس من المعقول نضحي بكل مزايا أوروبا من أجل عيون ترامب الذي لا يعطي شيء. يعني أستاذ بهاء، اسمح لي أن نستمع إلى صوت من لندن هذه المرة، حيث هذه الزيارة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو العنين ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ محمد، في بريطانيا ينظرون إلى هذه الزيارة نظرة المرتاب في أمره، يتشككون في طبيعة هذه الزيارة ونية الرئيس الأمريكي في ضوء ما تتحول إليه لندن في ضوء خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولا هذه النظرة ربما تكون نظرة المطمئن لأن هناك شراكات على المستوى التجاري حتى بين لندن وواشنطن آتية؟ خليني أقول لك إن القصة بشكل عام فيها يعني نظرتين. النظرة الأولانية متعلقة بأنه فعلا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة استراتيجية وعلاقة طويلة المدى وعلاقة لها أبعاد
ثقافية وتاريخية ولغوية وغير ذلك. ولكن على الجانب الآخر أيضا هناك من يقول بأن الأعمال الاستراتيجية للعلاقة عبر الأطلسي وخاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص ربما تتعرض لاهتزازات عنيفة نتيجة السياسة الارتجالية التي يتبعها السيد دونالد ترامب والتي تبنى في الأساس على مصالح قصيرة غير استراتيجية مكاسب محدودة من الناحية الاقتصادية ربما رجال الأعمال أو بعض أصحاب المال والنفوذ ولكن في النهاية المصالح الاستراتيجية طويلة المدى. أعتقد أنه كل من الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وما يطلق عليه الكونغرس ووزارة الخارجية والخبراء كل هذا يدركون بشكل مهم أن العلاقة مع بريطانيا هي علاقة لكن أستاذ محمد كل هذه المؤسسات العريقة والتقليدية في الولايات المتحدة لم تفعل شيئا حيال السياسة التي تقول إنها سياسة مرتجلة لدونالد ترامب، لم تفعل شيئا حيال خروجه وتحلله من اتفاق 5+1 مع إيران، لم تفعل شيء حيال تسميمه للعلاقات مع كوبا بعدما جرت صياغتها على نحو مثالي ربما في عهد أوباما، لم تفعل هذه المؤسسات شيئا أيضا حيال علاقته بالمكسيك، لم تفعل شيئا حيال السياسة الحمائية التي يفرضها وأغضبت كل الشركاء التجاريين والاقتصاديين للولايات المتحدة. من ذا الذي إذن يمكن أن يعول على هذه المؤسسات من بعد ذلك؟ أحييك على ذكاء هذا السؤال، هذا السؤال في غاية الأهمية ولكن الإجابة عليه أيضا تقتضي ضرورة المعرفة والاطلاع على بنية المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي يلعب دور رئيسي في صياغة ما يمكن أن نسميه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وهو نظام في النهاية نظام رئاسي يقوم على سلطة تنفيذية. ولكن في النهاية أيضا هناك جانب مهم في الولايات المتحدة الأمريكية، طالما أن السياسات التي يتبعها الرئيس تحقق مكاسب حتى ولو كانت على المستوى الاقتصادي، هناك تعديل للأسواق، هناك الأسواق الأسهم في حالة انتعاش، هناك زيادة أو استرضاء للطبقات الغنية في المجتمع الأمريكي نتيجة تخفيضات ضريبية كبيرة، هناك استرضاء للديمقراطيين عن طريق الاستجابة للطلبات الاجتماعية التي يطالب بها الديمقراطيين عن طريق نانسي بلوسي، إذن هناك حالة من حالات التوازن حتى هذه اللحظة. خليني أقول لك إن هذا الأمر ليس مستقر للمدى الطويل، توازن حتى هذه اللحظة في تحقيق المكاسب لكل الأطراف، فلماذا تغضب الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كانت تحقق حتى ولو كانت مكاسب جزئية ومحدودة ولكنها في النهاية تتململ من هذه السياسات. انظر إلى يوم الأربعاء، هناك بيان خرج من الكونغرس الأمريكي يتحدث عن أن التصريحات التي يأتي بها السيد دونالد ترامب فيما يتعلق بالشراكة مع ألمانيا والحلف الاستراتيجي ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تمثل الكونغرس الأمريكي ولا تمثل السياسات الأمريكية. هذا بيان خرج وقع عليه عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، هذا معناه أن هناك حالة من حالات التململ من السياسات التي يتبعها دونالد ترامب، وربما يكون تحلحل هذا الوضع متعلق بالانتخابات التجديد النصف المقبلة في شهر نوفمبر من هذا العام. أستاذ محمد أنا أتمنى أن تبقى معي، سيشترك معنا في الحوار كما كان ضيفنا في الاستوديو الأستاذ بهاء محمود. أستاذ بهاء، حديث الأستاذ محمد أبو العين قبل لحظات يتحدث عن سياسة أقرب إلى السياسة الارتجالية من قبل الرئيس الأمريكي رغم أنه يمضي بها بعيدا، هل يمكن لبريطانيا مثلا أن تحاول أن تناور بهذه الورقة تجمد من علاقاتها مثلا مع الولايات المتحدة، ليس تجميدا سلبيا لكن على الأقل محاولة التماهي مع دونالد ترامب إلى حين الوصول إلى قيادة جديدة في الولايات المتحدة، هذا وارد في السياسة؟ القيادة الجديدة لن تأتي إلا بعد 4 سنين من 2016، يعني نتحدث عن 2020. نعم. في بريطانيا انتخابات 2019 أو بمعنى أصح تغيير، يجب أن يتغير الهيكل السياسي في بريطانيا ما بعد مارس 2019، لدرجة أنه بريطانيا نفسها تم اتفاق ضمني إلى حد ما لا يجب زعزعة الحكومة البريطانية حتى لا تتزعزع بريكست، ومن ثم بقاء هذه الحكومة بشكلها الحالي حتى تنتهي من بريكست، ومن ثم بريطانيا ليس لديها ملفات كثيرة للعمل خارجها سوى بريكست. مسألة تجميد العلاقات صعب على بريطانيا الآن، هي فقط ترسم أطر لما بعد 2019، فقط تحاول كسب أرض جديدة، تحاول قص نبض، مفاوضات فقط، لكن الرئاسة هنا أو هنا لن تفعل ملفات كاملة تفعلها لبعد 2020، الطرفين يعني أمريكا أو بريطانيا. لكن ما معنى ذلك أنه من السهل على الطرفين أنه
لو تم التوافق على صفقات تجاريه او علاقه اقتصاديه يتفعلها من الان. نعم. لكن من يضمن ترامب؟ لا احد. نعم. طيب استاذ محمد ابو العنين، هل تخشى تريزا ماي او يخشى البريطانيون مثلا ان تتعرض بريطانيا، لن اقول للابتزاز كما يقول البعض، لكن للمقايضه، اما البقاء وفق قرار البريطانيين بالخروج الكامل من الاتحاد الاوروبي والتحلل من كل التزامات كانت مرتبطه بها بريطانيا مع الاتحاد، في مقابل ان تحظى بريطانيا بعلاقات مثاليه مع الولايات المتحده سواء كان على المستوى العسكري او على المستوى الاقتصادي، هل هناك خشيه من تعرض الحكومه البريطانيه لامر كهذا؟ يعني قلت لك ان هناك رؤيتين، رؤيه متعلقه بانه العلاقات التاريخيه لا تهتز يمكن بالمسائل الشخصيه، بمعنى اخر اذا وجد عدم وجود كيمياء مثلا ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطانيه نتيجه ان السيد ترامب يتخذ سياسات معاديه او سياسات ربما توصف في بريطانيا بانها معاديه للمسلمين وللاجانب ولا ما الى ذلك وعنصريه والى هذا الامر. لكن هناك رؤيه اخرى تقول ان هذه العلاقات علاقات وثيقه، علاقات طويله في المدى، لا تتاثر بمثل هذه التجاذبات الشخصيه. انظر الى حجم العماله الموجوده في بريطانيا من الولايات المتحده الامريكيه والعكس، العماله البريطانيه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه، انظر الى حجم التبادل التجاري، انظر الى حجم العلاقات اليوميه، انا اقصد حجم حركة الطيران، كل هذا الأمر يومي أنا أتحدث، حجم اقتصادي. وبالتالي حديث السيد دونالد ترامب في تقديري أنا لن يصل إلى حد ما يمكن أن نسميه القطيعة أو إلى التأثير على العلاقات البريطانية أو محاولة مقايضة بريطانيا. لا تنسى أن أعطيك مثالا واحدا، عندما خرج السيد دونالد ترامب بخطاب ربما يعتبر غير يعني لم يصل إلى درجة أظهار الخلاف الرئيسي مع الروس عندما تم في قضية سكريبال، في اليوم التالي أصدر الكونغرس الأمريكي بيانا أيضا أكد فيه على أنه في حالة ما لم يتخذ موقف جاد تجاه روسيا سيعد هذا الأمر خروجا عن الأعراف الدبلوماسية التي اتخذت في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة. ليس معنى هذا الأمر أن بريطانيا ليست معرضة للابتزاز، ولكن لدى بريطانيا أيضا روابط سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية مع عدد من دول أيضا التي توصف بأنها دول المحيط الإنجليزي. دول المحيط الإنجليزي تشمل أستراليا، كندا، نيوزيلندا، كل هذه الدول هي أماكن يمكن لبريطانيا أن تستفيد منها، ولكن الأجواء السياسية في بريطانيا أجواء ديمقراطية في نهاية المطاف، لا يوجد ثنائية في الأبيض والأسود، الصح والخطأ، يوجد عملية ديمقراطية متكاملة تتصارع فيها الأطراف السياسية للوصول إلى توافقات تحقق مصالح الجميع. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو العنين الكاتب والمحلل السياسي منضما إلينا عبر الهاتف من لندن، كما أشكره في الاستوديو الاستاذ بهاء محمود الباحث مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا لحضرتك. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في ذات المسائل.